مشيت للأندلس عدة مرات، كان آخر زيارة لي درت فيها معرض للآلات الموسيقية الليبية، أو مؤسستنا دارت فيها معرض للآلات الموسيقية الليبية في مدينة غرناطة سنة 2018، يعني قبل عامين. اتصادف مع زيارتي افتتاح غرفة في قصر الحمراء اسمها قاعة المحكمة، وفيها لوحات اخذت منهم سنين باش يجددوها، وخسروا عليها 2 مليون يورو باش تتجدد اللوحات هذه. شوفوا هاللوحة توا قدامكم، وهذه هي اللوحة المقصودة، ولاحظوا معاي لباس الناس اللي في اللوحة، وفي تحليلات هلبة عن شكون الناس هادو وغيرها، لكن شكون هي الناس هادو اللي ترسمت؟ علاش رسموهم؟ اللي هي ترسمت في القرن 14، يعني 1300 وشوية، قبل 700 عام. لكن احنا اللي يهمنا شكل اللبس واللباس انت اهل الاندلس حسب المؤرخين، والمؤرخين نفسهم يقولوا ان اللباس مختلط وتغير مع الزمن، يعني من زمن لزمن. حتى في العصور الاخيرة العامة تخلت نهائي عن لباس العمامة اللي ميزت بها المسلمين، وبدوا يلبسوا زي لباس جيرانهم من النصارى. وكان هذا اللباس اللي في الصورة يوصف بالقندورة، وهو لباس صنهاجي بامتياز انتقل لهم عن طريق المرابطين اللي حكموا الأندلس، وهذا بشهادة المؤرخين. أهلين ومرحبتين بكم في جولة شيقة في جنوب ليبيا ولباس أهلنا هناك في سلسلة ليبيا زي ما هي، وهذه حلقة تانية ضمن برنامج فسيفساء. وما تخافوش، كلامي عن الأندلس قبل شوية بنولو له ونربط الأمور ببعضها. خلونا نولو شوية للتاريخ باش نتبعوا هذا اللباس اللي يمتاز به الجنوب الليبي. يقول صاحب نزهة المشتاق اللي هو الشريف الإدريسي لما تكلم، النص هنا عندي يقول على الإقليم الجنوبية في ليبيا، وتكلم تحديدا عن مدينة زويلة اللي هي كانت لها شأن كبير في الجنوب الليبي زمان. قال مدينة زويلة بناها الخطاب عبد الله بن الخطاب، واسمه كامل طبعا هو عبد الله بن يسليطن أو يزليطن بن صنغيل الخطابي الهواري، وهي طبعا قبيلة أمازيغية كبيرة معروفة، منهم قبيلة مصراطة وزليطن وبسلاتة وغيرها من الليبيين الهواريين اللي نعرفوها اليوم، اللي كان عاصمته التي كانت عاصمته زويلة، اللي تتسمى في التاريخ زويلة بني الخطاب، وحكم الجنوب كله. وهذه حنديروا عليها حلقة جميلة جدا عن تاريخ بني الخطاب، أول إمارة إسلامية ليبية خالصة في الجنوب الليبي. أول إمارة إسلامية ليبية خالصة في الجنوب الليبي. تحسبوا ليبيا ما فيهاش تاريخ؟ تابعوني في السلسلة هذه وحتشوفوا التاريخ الجميل والطويل متاع ليبيا. المهم يستمر في الكلام حتى يصل كلامها على مدينة ورجلان أو ورجلان المعروفة اليوم. يقول ويلبسون المقندرات، يلبسون المقندرات من الصوف، ويربطون رؤوسهم بكرازي الصوف، ويتلثمون بواصلها بفواصلها، ويسترون أفواههم، وهي من عوائد، وهي عادة من عوائدهم، توارثوها عن الآباء. انتهى الاقتباس. مما لا شك فيه أن عادة اللثام عرف بها كل قبائل صنهاجة وهوارة الرحل، طبعا هو مش كلهم روحهم لكن روحهم منهم، واللي كانت ممتدة طول الجنوب من المغرب الأقصى حتى ليبيا، بل حتى إلى تخوم مصر الآن. وقامت لهم دول زي المرابطين اللي حاكموا الأندلس والمقندرة أو تقندرت بالأمازيغية، وتتسمى على فكرة دراعة عند الموريتانيين واحتفظوا بها. طبعا كلمة مقندرة عند الموريتانيين اليوم معاش اللبسة كلها، يقولوا فيها بس على الكتاف هادو، يقولوا لها مقندرة كاسم للكتفين. طبعا مقندرة هي تقندرت بالأمازيغية وتعربت فقط منها. طبعا يعني التوب دراعة، مش ما عندهاش دراع أصلا التوب، وزي ما بنشوفوا فدراعة لا يقصد بها الذراعين، لأن التوب نفسه ما فيش ذراع. الحقيقة غالبا ينسب هذا الثوب لوادي درعة،
حيث نشأت دولة المرابطين أصلا، وادي درعا هو في جنوب المغرب، وين كانت وين اليوم على فكرة يبسو فيها هذه. المهم الآن هي لها عدة تسميات حسب الستايل والشكل ونوع القماش، وهذه اللي لابسها تتسمى تيناب سارين، واللي تعني المنشورات أو المعلقات أو حجزة هيك. أمازيغ الشمال في نفوس نقوله تفسارين أو إفسار، أي النشر، وتصنع من قماش نوعا ما اسمه، يعني قماش نوعا ما معروف اسمه بازان وينطق بازن. المهم بازن دي في الأصل مدينة في ألمانيا، وهذا حنجوه. ما يميز اللباس في المناطق الصحراوية عموما هو غلبة الطابع الصنهاجي عليهم، ونقلوه حتى إلى أفريقيا الصحراء، واتخذه بعضهم لباس وطني في بعض الدول اللي هي ولت الأفريقية اللي ولت مسلمة منها خصوصا. كلها ترتدي اللباس الصنهاجي اللي امتد حكم المرابطين فيه من أفريقيا جنوب الصحراء حتى الأندلس، والخرائط تبين، يعني التاريخ يبين أنهم هم حكم المنطقة دي كلها. وهذا موضوع تاني، ومعليش معلومة جانبية بس مرة تانية، كان لي زيارة كذلك لداكار في السنغال، ومشيت للجامع كانت قبل رمضان هذه، واللي على فكرة ساهمت ليبيا في بناء هذا الجامع اللي تشوفه فيه في الصورة، وهو بناء ضخم ما عندناش حتى ربعه في ليبيا. المهم مشيت ندور على التقويم بتاع الصلاة عندهم، لاحظوا معاي اسم الصلوات الثلاثة من الخمسة باسم أمازيغي، شوفوا تحت الكتابة بالعربي اسم الصلوات. تيسبار أو تيسبار، تاكسين، تاكسين، تيمسي، وهذه أسماء الصلوات باللغة الأمازيغية، بالرغم من أن لغتهم هي الولف ولا علاقة لها بالأمازيغية، لكن ما زالوا يسموا الأسماء هذه بالأمازيغية. إحنا بالأمازيغية عندنا تالجي الفجر، تزارنين الظهر، توقزين العصر، تينوتشو تينيدز، خمسة صلوات كل واحدة عندها اسمها باللغة الأمازيغية، وهذه حتى في غدامس وغيرها من المناطق الناطقة بالأمازيغية. طبعا السبب الرئيسي أن السنغاليين يذكروا في الأسماء الأمازيغية الإسلام داخلهم عن طريق المرابطين، كان من الأولى لو العرب أدخلوا لهم الإسلام في أفريقيا وجنوب الصحراء لقالوا هذه الأشياء بالأسماء الأمازيغية العربية. وعلى فكرة عندهم حتى أسماء الأعياد باللغة الأمازيغية حتى اليوم، يعني يقولوا تفاسكا اللي هي تفاسكا باللغة الأمازيغية، يقصد بها عيد الأضحى. وحتى حكامهم اليوم يلبسوا في اللباس الصنهاجي، حتى الطوارق، يعني بالضبط نفس الطوارق العمائم نفسها اللي يلبسوا فيها إمهاغ متاع المرابطين، ولت حتى هي لباس وطني، بل حتى الشاشية والكمبوس لبسوها. المهم يتميز اللباس الصنهاجي بأنه قطعة مستطيلة من فتحتين للأذرع وفتحة مثلثة للرقبة، وتحته جيب واسع كبير القدام. احيانا طبعا يديروا حتى في الخلف في جيب، وانا شفته هذا، ويديروا حتى في الزخارف. المهم هذا هو الشكل العام، اينما تذهب سوف يثير اهتمامك ان بعض كلهم الالبسه ظاهريا تبدو مختلفه، لكن في الواقع التصميم الاساسي هو هو، حتى في غدامس كما سوف نلاحظ. وشوفوا معي الرسمه هذه زي ما قلت اللي درتها للتوضيح، وهي تصوير تقريبي لتاقندورت وتاقشابت وتينبسا رين هادي، واللي اشتهرت عند الموريتانيين باسم الدرعة، وعند خوتنا التبو تسمى غرابوبا أو غرابوبا وحنوصل لها، وعند غدامس تعرف باسم تاقشابت وهو الاسم القديم لها بالأمازيغية كذلك. ما علينا، احني بنقول على حاجة بالله يعذروني يا اخوتي إموهاغ على ربطي هذه معقدتني ال شن اسمها هذه العمامة، ما نلبس فيها بالطريقة اللي يلبسوا فيها أخوتنا، لكن هذا حد الجهد يعني من أخوتكم من الشمال، لكن حاول أن نفهم الناس على العمامة. به من هنا وغادي حنشوفوا أن كل الألبسة الجنوبية تدور حول تاقندورت، واللي على فكرة تطلق على الثوب النسائي كذلك حتى اليوم، يقابله كلمة قفتان أو خفتان في الفارسية. المهم الدراعة هذه وين ما تمشوا نفسها، بس تختلف في الخيار متاع القماش وزي ما بنشوفه، وخيار الزخارف واللون، وهذا بنشوفوه واضح في لباس غدامس البديع في الألوان متاعه. إذن خلي نبدو بإموها، من دم لبسة لبستهم أمازيغ الجنوب.
حنا نقول لهم إيموهاغ وإيموشاق أمازيغ الجنوب، ما نقول لهمش الطوارق. ما يميز أمازيغ الجنوب إيموهاغ هو لباسهم للعمامة اللي يسموا فيها تاجلموست. تاجلموست العمامة ذات الاستعمال اليومي، مصنوعة طبعا من الشاش أو إيغيود. إيغيود وأقلها طولا طبعا تكون 6 أمتار، وهذه اللي عندي. وهناك اللباس الخاص بالمناسبات يسمى ألشو. ألشو أو ألسو لباس لماع ويصبغ بالنيلة الزرقاء، وهذا جدا جدا رهيف، ما عنديش منه لكن تشوفوه في الصورة. وتحتاج لعناية كبيرة لفتحه لأول مرة، وهو عبارة عن أشرطة متلاصقة متراصة بخيط رفيع ويصبغ محليا، وتشتهر به النيجر، ويصدر لكل مكان فيه يعني كالتماشق، ويجيبوا فيه لليبيا ويكون ثمنه بجديات غالي. بعضها تصوروا طويل هذا منها يوصل ل 800 دينار، ولا يلبس إلا في المناسبات. وعلى فكرة هذا علاش يسموا في الطوارق في اللغة الفرنسية بالرجال الزرق، لأن القماش هذا لونه أزرق زي ما قلنا، ويصبغ عليه يصبغ عليك بعد ما تلبسه، ولهذا يلبس الأبيض تحته أولا ويوضع هذا الثاني فوق الأبيض حتى لا يصبغ عليك. وهذه صورة راجل لابس ألشو على وجهه طول ومداير عليه صبغة زرقاء. طبعا يعتقد إخواننا إيموهاغ أن هذه الصبغة الزرقاء لها قيمة جمالية، يعني تفتح البشرة ما يقعدش وجهك داكن بعد ما تغسل وجهك طبعا من اللزرق هذاك، ولها رائحة زكية الحقيقة، أنا شميتها بروحي. وكذلك لها استعمالات طبية، منها يعني أن هي تطل حتى في الحشرات والحاجات هذه. المهم هذا اعتقادها لنا في الجنوب. المهم التكويرة ونوعية تاجلموست اللي تام يخضع لطبقات الشخص، يعني الطبقة اللي ينتمي لها الشخص في المجتمع التاجلي. ونعرف أن التوارق عموما مقسمين لطبقات اجتماعية عديدة، وهذا طبعا كلام زمان، لكن وهذا مش غير هم بس، المجتمعات كلها كانت بهالطريقة. هذه طبقات تبدأ بأمن وكال الأمير متاعهم، وتنتهي بإنضان أصحاب الحرف. فكل طبقة تلبس الليتام بشكل وتكور وتنظم بشكل خاص. إن شاء الله أني لبستي لبسة أمن وكال بالنسبة لأخوتنا إيموهاغ اللي يشوفوا فيها. بل من مكان لآخر ومن قبيلة لأخرى، وبيناتهم يعرفوا الشخص في لبسته. كنت زمان مشيت لكل أير في النيجر، كنت نوري في صورة لبعض الشيابين وكان يورولي في الشخص فقط من الصورة، وهذا ويكون ديما كلامهم صح، أمر غريب جدا. المهم نعرف طول العمامة مميزة لمكانة، طبعاً طول العمامة هي مميزة لمكانة الشخص الاجتماعية. في العمامة الطويلة تخص النبلاء وتغطية الوجه خاص بعلية القوم زي ما يقولوا، وأنا مش حنحاول نغطي وجهي لأنني قدام الكاميرا توا. والعمامة اللي يلبسها النبلاء غالبا خليط بين نوعين من اللثام أبيض والنيلي زي ما قلنا، وتتسمى مع بعض هذيك التشكيلة، هذه تسمى مغوتن. مغوتن. وبعد شوية نولوا للإكسسوارات اللي يحطوا فيها عليه تاجلموس أو العمامة. وخلي توه نمشوا للبدلة هذه اللي تتسمى عموما تتسمى تيكيضت وترسويت وتاكنبست، اللي هي البدلة الطويلة وسروالها يتسمى إيكربي. سروالها يتسمى إيكربي. وعلى فكرة اللباس الغالب تاريخيا أبيض وأسود، وكان فيه اللون الأزرق اللي حنجوه بعدين جانيلا. جانيلا وهذه كلمة المسيحية تعني الأزرق الفاتح. كلها في الغالب وفي العرف ثلاثة قطع وتعرف بجرامبوبو. الثلاثة قطع هذه تتسمى جرامبوبو، وهذا في كل أنواع الأثواب. ولكن مؤخرا نرى الشباب يلبس فقط قطعتين بدل ثلاثة. هذه على فكرة ثلاثة قطع، طبعا هذه تحتها طرف ثاني زي ما تشوفوا، وكلها تكون بنفس التطريزة، يعني السروال من نفس نوع القماش متاع الشنسماه، والسورية اللي من تحت حتى هي من نوع نفس القماش وبنفس التطريزة. تكيضة هذه هي الأعم والأشمل، وهي واسعة ومصنعة من نفس التوب اللي ينصنع به القطعتين زي ما قلنا. لكن لو حالتك طبعا باهية تصنع توبك كامل من ألشو، التوب هذا الأخير هذا، وهو نفسه اللي رأيناه بكري في الليتام. وهذه بدون شك زي ما صار وتكلمنا في طرابلس، الخامة والقماش ساهمت في تطوير نوع اللباس الرجالي. حتى عند أهالينا في الجنوب القماش المستورد دخل وكان له أثر في نوعية القماش المستعمل واسم كذلك الخامة. وغي طبعا
لكن عناصرها الأساسية بقيت كما هي. القماش تو ولا رخيص تشتري من مكان تاني بدل ما تصنع بروحك، فهذا علاش تغير. لكن التصميم الصنهاجي الأول حافظ على الرونق متاعه زي ما هو في اللباس. فزي ما قلنا مثلا أنواع القماش، وهي أنواع هلبة حنوروها بعدين. شوف أنا اخترت لكم ألوان الزرق، هذا كله هذا لون جميل جدا، هذا فيه نوع من الزرقة هذا، وكان تسمع فيه كيف يخشخش تحسها تقول نايله هذا، وهذا حنولو له. وأنواع وأشكال زي ما قلنا، وحتى هذا راه فيه نوع من عشان اسمه خشخيشة. المهم اللباس اللي يستعمل في المناسبات يسمى بازان، وبازن يعني وبازن يصنع في ألمانيا زي ما قلنا بكي، وهو أجود الأنواع. قنيلة هذا يوصل سومه ل 1200 دينار اللي تكلمنا عليه قبل شوية، نسيت ننبه عليه. وطبعا تحسبه الزبون غالي، شوفوا القنيلة قداش حقها يعني. وبه وفيه نوعية تانية تسمى جيزينير، هي أيضا من النوع الممتاز، وفيه القماش طبعا الخفيف وهي الأقل جودة. احنا عندنا 3 أو 4 بدالي بس في مؤسستنا. وطبعا القماش هذيك اللي قلناها هذه أقل جودة، تأتي من تايوان زي البدلة الليبية، جت من الصين زي ما قلنا بكري، تتسمى البدلة الصينية. فالجنوب نفس الشيء، اللبسة وقماشة متوسط الجودة تتسمى تايوان، وهذه الأقمشة يحضر خصوصا يعني يجيبوه خصوصا التجار من السنغال والسنغال نقوله بالعربية عفوا. وفي خامات تسمى بأسماء المناطق اللي جت منها، مش في طرابلس، وانا قلنا الملف جاي من مدينة في إيطاليا اسمها ميلفا، هنا في الجنوب نفس الشيء، تتسمى مرات البدلة باسم القماش والبلد اللي جاي منها. فزي مثلا تايوان في بدلة تسمى تايوان زي ما قلنا، وميروار وكوكايين وغيرها، المهم يعني حسب المنطقة اللي شروها منها تتسمى عليها البدلة. بعد ما قلنا فيه ترسويت أو تاكمبست اللي هي السورية، السورية هذه زي ما قلنا أنواع وأشكال، اللي هي تلبس طبعا تحت كيدت، وهذه تحمل نفس الزخرفة متاع تكيدت لو تبي بدلة من 3 قطع اللي هي مع بعض تسمى تينبسارين أو تينبسارين، ولازم تكون ألوانها متناسقة ومنسجمة بحيث القطعتين التحتيتين تكون بيضة والقطعة العلوية اللي هي تكيدت تكون بلون آخر، وهذا يكون لكن في الغالب يحبوا الناس يلبسوهم كلهم بلون واحد. وهذا شفناهم بكري، احنا قلنا بنولي الكلاب الأندلس، لو تشوفوا توا تاني صورة الأندلس لابسين أبيض من تحت ومن فوق ملونات، واضح أن هذا هو اللباس الصنهاجي اللي كان طاغي في اللوحة، وهذا ناتج عن توسع دولة المرابطين اللمتونية الصنهاجية يوسف بن تاشيبين حتى الشمال، من الأندلس في الشمال حتى نهر السنغال أو السنغال جنوبا، بل في بعض الأحيان يوضع البرنوس فوق كل هذا، وهذا بنجوه بعدين عن الحديث عن أغدامس. بعد هذا نجول السروال ويسمى إيكربي، السروال يتسمى زي ما قلنا إيكربي، وهو واسع وفضفاض هلبة، السروال لو تشوفوا واسع وفضفاض هلبة، له جيوب جانبية. أخبرني الأصدقاء حاجة غريبة ونكتة يعني على كلام أهل الجنوب في لباس مهاغ، يقول إحنا عندنا 5 جيوب، زوز في جيب السروال، جوج في جيب السورية، ووحدة كبيرة هنا في جيب متاع التكيدت والترسويت. المهم فالتكيدت ترسويت وإيكربي، لكن لا يستعمل أي منها في وضع أي شيء، وسوف نتعرف عليه كيف ينقل إيموهاغ أغراضهم بعدين. وهذا حقيقة ينقلنا للإكسسوارات، ونبدو بتدات. هذه تدات تصنع من الجلد، مربعات صغيرة فيها تعويذات مكتوبة من القرآن الكريم أو أذكار، وتنحط في وعاء من الجلد أو من المعدن زي ما تشوفوا في الصورة، منقوشة بنقش جميل جدا وعليها شريط داكن، اللون أزرق داكن أسود، وترتبط بقوة من الخلف
ليحافظ على العمامة من السقوط في حالة الجري أو السرعة على الجمال أو حتى في الحروب زمان، وحتى طبعا توا في الرقصات الشعبية الاستعراضية الشعبية. نسيت نقول التمائم نفسها تسمى تكار ديوين، ونفس الاسم يقول فيه حتى في أمازيغ الشمال على الأوراق هذه متاع الرق، تنصنع بالورق توا أو في الرق متاع جلد الغزال قديما، وعليها تعويذات زي ما قلنا، وهي تلف على الرأس وتصنع إما بالجلد أو بالمعدن زي ما قلنا اللي هو الفضة هذه، فيها أحراز وتزين في نفس الوقت الرأس زي صورة الطفل هذا. وعلى فكرة المجوهرات والحلي بتاع إيموهاغا وبتاع التوارق بدا ينشتهر في العالم كله بشكل رهيب ويتباع في كل مكان. يخي بدا ينصنع حتى في أفريقيا الشمالية نفسها زي تونس والمغرب، وحتى في أفريقيا جنوب الصحراء وفي المغرب باسم التوارق، وتلقاهم يجروا في جرتك السواح وجرة السواح يعني المغاربة، ويجروا في جرتك ولا جرة السواح عموما، يقولوا لهم بلو تني أم بلو. أم بلو أي الإنسان الأزرق، لأن كلمة معروفة الإنسان الأزرق أم بلو عند الفرنسيين، ومع أنها كلها مقلدة. ومع هذا تجد رواج كبير في تونس والمغرب بالذات، حتى في أسواق طرابلس على فكرة فيه الحلية متاع التوارق زي ما يقولوا. المهم وعلى ذكر السواح، لقيت الخنجر أنا هذا باهي في فرنسا مكتوب عليه غات بالتيفيناغ، وحنبين لكم في الصورة، ومكتوب عليه غات في الكتابة بالعربية كذلك، وهي كمية صغيرة تتسمى إيزيغير إيزيغير ولا إيزيغير. تشوفوا يعني كذلك يديروا في السيف ويعلقوا فيه حتى هو، واللي يتسمى تاكوبا، وهذا بنجوه بعدين على فكرة بروحة. وكذلك تلقى طبعا من الصعب تلقى السيف الحاجة الأصلية، وفيه إضافة إلى الخنجر هذا قداش يعجب فيها. المهم لقيت قلت لكم هذا في سوق العتق غادي، واستغربت لما لقيت فيه مكتوب كلمة غات. وفي عندهم كذلك هادي، جبت لكم الجيوب متاعهم إنفد إنفيد، وهي من الحاجات اللي تعلق تصنع بالجلد بسغارف حقيقة قمة في الروعة، تشوفوا فيها أنتم هنا ولا. وهذه عندي منها قطع شريتها من كل أير في النيجر، مش قلت لكم بكذا مشيت النيجر ولا في الصور في النيجر، شريت منهم هذه القطعة وهي جميلة جدا جدا بسيور من الجلد بألوان مختلفة، وكانوا يحطوا فيها واحد الإبرة متاع الخلاطة أضم فوس، ما نمشوش من غير إبرة الخلاطة كيف نمشو، بعدين كماشة إزالة الشوك. علاش نمشوا بالحاجات هذه؟ لأن الرجال إيموهاغ ديما يسافروا ديما هم في الصحراء وديما، فلما يحتاج يلقى الحاجات متاعها معه. المهم فيه الكماشة متاع إزالة الشوك والملقاط أغمود، فيه يحطوا حديدة متاع إشعال النار الولاعة متاع زمان تتسمى إنفد. على فكرة إنفد هو اسم الولاعة، بمعنى أن الوظيفة الأساسية لهذه كانت ولاعة على فكرة، فإنفد تتسمى عليها شنطة متاع جلد نفسها. وفيها أنواع للمرأة وللراجل، واللي حجمها كبير وبكل يعني أو ينحطوا فيه الكتب يتسمى تابو، اللي هو هذا ما أدري أنا بيش نضرب روحي. هذا يتسمى ألكوك وإبرتيج وأبسر. المهم أخوتنا إيموهاغ بجديات يعرفوا يديروا طرحات لبس جميل في كل شيء. على فكرة في هذا أغرب ولا أقرب، ينحط كذلك المراية، ينحط المشطة، ينحط حاجات هلبة. وعلى فكرة بالله شوفوا الناس، شوفوا الستايل، شوفوا 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 الجمال متاع أخوتنا إيموهاغ، حاجة رهيبة جدا. أنا أعطيكم الباكو، هذا الباكو هذا يستخدموا فيه إيموهاغ لحاجة واحدة بس، عندها غرض واحد يحطوا فيه الشاهي، كل العدة متاعت الشاهي، شاهي بستايل يعني بجديات. كان في حد في ليبيا يعرف يحط الستايل ويدير الربط المضبوط، هو أخوتنا متاعين إيموهاغ اللي هم التوارق. وأغرب على فكرة جبناها في الحلقة الأولى أوله يلبسوا فيها أمازيغ نافوسة وغيرهم. شوفوا بالله الملعقة هذه مش تتمنى تاكل بها، حتى هي من ملاعق أخوتنا التوارق. المهم يعني حياتهم كلها مبنية على الجمال،
واقرب طبعا هو المصرف او البنك بتاع التوارق ينحط فيه الفلوس والاوراق الرسميه وغيرها، وجميله جدا والله يعني بزخارفها ونقوشها حتى هي. وفي حقيبه يرتديها العلماء بس ما عنديش منها لحمايه الكتب واغراض الكتابه والمصاحف، تسمى تغرق، وهي كبيره نوعا ما، ونتمنى نحصله منها لمؤسستنا، وما عندناش منها للأسف الشديد حاليا، وما عنديش حتى مثال باش نوري لكم. في حاجة تانية من الروائع عند خوتنا إيموهاغ هي الخواتم، عندهم أشكال وأنواع، وبعضها تحمل حتى كلمات متقاطعة بحروف تيفيناغ الجميلة، وتسمى تضهد وتصندرت. وعلى فكرة كان يحطوا حتى في تميمة في اليد من الجلد، تتسمى أزبج، وتجمع إلى إزبقان. وفيه اللوحة هذه تتسمى، وينها؟ سامحوني وين حطيت اللوحة؟ أهي. وفي هذه اللوحة حتى هي حطوا فيها، كانت تتعلق هي من هنا، فيه الطرف هذا تكسر للأسف الشديد. شوفوا كم جميلة اللوحة هذه، تعرف هذه وظيفتها شن هي؟ يخطف بها الرجال في الحلوة حالة متاهم، يستخدموها في الأغراض اليومية، يبوا ينحوا تمرة من شجرة، يبوا يحيدوا شوكة، يبوا يديروا حاجة، المهم قصدي جمال في كل شيء، عرفوا. وعلى ذكر الجمال والطرحات متاع خوتنا، بالله يشوفوا معاي الشباشب متاع إيموهاغ، يعني هذا بالله يعني ما أنا ما نلبسش فيها، نعلق فيها غير في الحيط الحق يعني. وهذه على فكرة تنصنع من جلد البقل البقر، وفيه نوع تاني من جلد الجمال اللي يسمى هذا الحذاء يسمى تيغتمت وتيغتين، وفيه طبعا إرجازن، وهذا طبعا هو النوع الجميل فيه. وفيها أنواع، هذا نوع تاني. المهم أنواع هلبة، إحنا في مؤسستنا حاولنا نجمع أكبر قدر ممكن لأجل زي ما قلنا بنفتح متحف في المستقبل عن اللباس الليبي عموما. وفي اللي ينصنع من جلد الجمل يتسمى تغلي إيرز، وهذا للرجال بس وللاستعمال اليومي زي ما قلنا، وما فيش هذيك الجمالية، فقط للاستهلاك اليومي. طبعا إيموهاغ يمتد مجالهم الجغرافي من السودان حتى السنغال والصحراء، هذه كلها يجبوا فيها ولقرون، ولهذا يسمون أسياد الصحراء تينيري. سامحوني معلومة جانبية، مش عارف علاش وامتى بدينا الصحراء نسمو فيها الصحراء الكبرى. انا نعرف مش ما نعرفش الصحراء دي دائما اسمها، وشوفوا الخرائط، اما تسمى صحراء البربر، اما تسمى البربر طبعا بيكون التوارق بربر، تسمى صحراء تينيري، وكانت تسمى حتى وقت قريب راه في الستينات، وكانت تتسمى او الخمسينات كانت تتسمى كذلك صحراء تينيري زي ما قلنا، وكانت تسمى نوميديا والى اخره. وأصبحت بقدرة قادة تسمى بالصحراء الكبرى. المهم في هذه الصحراء الممتدة على أحد أطرافها لباس متميز وكلكم يعرفه بألوانها الزاهية، هو لباس أدع ديمس أو غدامس كما يعرفها أغلى الليبيين، وهذه كونه لروحهم شكل وصفة متميزة للغاية. أدع ديمس ولا غدامس، كيف يعرفهم أغلب الليبيين؟ أتعديمس كونوا لروحهم زي ما قلنا شخصية وشكل مميز للغاية، خصوصا تنضاف لهم خصوصيتهم اللسانية، كذلك لسانهم الأمازيغي. وأصل أتعديمس واسم مدينتهم مستمر من آلاف السنين، نجد حتى في خرائط أنطوان الرومانية مذكورة في نصوص أخرى عن قضية خطوط اللمس وغيرها. فغدامس هذه مذكورة ورمز لليبيا من قديم الزمان، قديمة جدا جدا جدا. طبعا يتميز لباس غدامس زي ما تشوفوا بالزخرفة متاعه والتناسق متاع الألوان مع باقي الزخرفة اللي موجودة في البيوت القديمة وحتى في الأواني والحلي. ومرة أخرى خصوصية ليبية تزيد البيت الليبي العام تنوع وجمال. نبدو بالقماش لأني قلت لكم بكري هذا رسم يوضح شكل الصنهاجي في تقشابت وتقندورت وغيرها من الأسماء الأغدامسية. أتعديمس يسموها تقشابت، وشوفوا ودققوا كويس في الشكل التصميم هذه المرة تانية
وخلي شوفوا كويس المستطيل، الجيب، كل الأشياء هذه اللي تميز لباس أتعديمس. وخلي نبدو بالقماش، القماش اللي يستخدموه الأقدمسية يجي بألوان وأشكال هلبة، وتقليديا كان يصنع بعرض 10 سنتيمترات تقريبا، ويتخيط مع بعضه بالضبط زي ما قلنا عليه ألش متاع التوارق بكري. غير هذا أغلط ويصنع من الصوف تقليديا، وعلى فكرة هذا هو نفس الوصف اللي وصفوه به المؤرخين المسلمين الأوائل للباس تقندورت أهل الصحراء من أمثال الوزان والإدريسي وغيرهم. وزي ما قلنا هذا لباس صنهاجة وجزء من هوارة. به تقشابة والقشابة تصنع بأنواع وأنواع كثيرة، وهي تصبغ بصباغة تسمى كشلية أو تكشليت، والأسود منها يسمى آدل، وهو أسود مخطط بالألوان بالأبيض عفوا، ويسمى عرضة زي ما تشوفوا هنا. غالبا الخطوط هي بالعرض، أنا جايتني في الطول لأن هذه لبسة عصرية نوعا ما. وهذا في الواقع مش الشكل التقليدي بل شكل حديث نوعا ما. المهم، ومنه نوع يتسمى أحمد كوكو، وهو نوع محبب يستخدمه النساء كذلك، وحتى الأول كقماش تستعمله النساء كذلك. وموضوع لباس النساء حنخصص له حلقة لاحقة. المهم الزخارف الملونة والنقشة اللي على القشابية هذه اللي تشوفوا فيها قدامكم، وفيها أمثلة أخرى على فكرة. هذا السروال طبعا يتخيط بخيط رفيع من الحرير الصناعي، وعلى ذكر أنواع القماش، إحنا عندنا نماذج هلبة في مؤسستنا فيها حتى أنواع مختلفة من النقشات، وهذه حقيقة غليظة شوية على اللي لبسها نتوه، بس جميلة، نوع آخر من أنواع اللباس. وعندنا ألبسة هلبة حنستخدمهم في المعرض متاعنا اللي بنديروه للألبسة الليبية المختلفة. المهم، القشابية زي ما قلنا تندار بخيوط رفيعة من الحرير الصناعي، والقماش اللي درنا به القشابة هو نفسه اللي بنديره به السروال على فكرة، خلاف لباس التوارق. طبعا السورية غالبا نفسها اللي يلبسها باقي الليبيين. السورية هنا مش زي التوارق، التوارق وانا يديره في سورية من نفس القماش كذلك، الإمهاغ يديروا فيها هيك، وأهالي غدامس يديروا فيها سورية زي اللي يلبسوا فيها باقي الليبيين. القشابة هي اللي تختلف، والسروال كذلك يختلف، وعليه النقشة الجميلة هذه جدا، واللي ألوانها زاهية زي ما قلنا. ونقطة جانبية بالله بدينا بالقشابية لأنها ما يميز لباس أهالي غدامس، لكن الواقع أهالي غدامس يلبسوا نفس اللبس اللي ذكرناه في الحلقة الأولى اللي يلبسه باقي الليبيين، من حولي من قماش، ويلبسوا في فرامل وقطان وزبون ونحوه. ولكن ذكرنا القشابية لأنهم يتميزوا بها، وكانت تلبس فقط في يوم أزبنبك اللي هو يوم الفرح والرقص والغناء، احتفاء بالعريس والعروس الجديدين طبعا، وبيت الزوجية وغيرها. لكن العادات تتطور، واللباس أصبح علامة مميزة لكل أغدامسي في ليبيا كلها. يعني الأغدامسي لما يكون في طرابلس ولا يكون في شرق ليبيا يعرفوه أنه أغدامسي من اللبسة هذه. على فكرة قضية القماش المستعمل في صنع القشابة وتغيير اسمها واسم المنطقة اللي يجي منها القماش هي نفسها في لباس الملفة في الحلقة اللي فاتت في العربية، في نفسها في قضية التوارق بازان أو بازن عفوا، أو الألماني هذا، أو تايوان، أو البدلة الصينية وغيرها. حتى في غدامس البدلة تتسمى باسم القماش اللي انصنعت منه والمنطقة اللي جت منه. هذا لا يعني أن البدلة جت من هذا المكان، بل تبين بس أن هذا القماش متاع البدلة كذا. ولهذا يبدو بالقشابة وبعدين يسموا الاسم اللي بعدها. زي ما قلنا البدلات الغدامسية اكتسبت اسماء الأقمشة والجهة اللي تصنعت فيها، بحكم طبعا انهم كانوا تجار الغدامسية مع العالم كله، يصنعوا في البدلة متاعهم من عدة مدن إفريقية، فتسمى قشابة زابيكو مثلا أو قشابية أمبودكايا، وهي أيضا تصنع في إفريقيا لرخص طبعا الأيدي العاملة غادي في إفريقيا. ويعني الرجل تاجر الغدامسية أكثرهم تجار، ما عندهاش وقت باش يقعد يصنع له قماش وبعدين يصنع منه ويدير ويدير ويدير. المهم، اللباس الغدامسي حسب القماش يسمى قشابة كله، ويضاف له اسم القماش اللي يحاك به. وزخارفك كلها جميلة ولونها بألوان مميزة عكس كل من يلبس اللباس الصنهاجي.
هم الوحيدين اللي يديروا فيها ملون على فكرة. لباس الصنهاجي الثاني شفنا احنا بكري مع إمهاغ يديروا في نفس النقشة لكن بنفس اللون بتاع القماش نفسه. فهذه هم الوحيدين وما فيش حد ماثلهم بكل حتى في أفريقيا. والسروال كذلك ملون على شكل التوب ولا يلبس بشكل مغاير ولازم من نفس النقشة ونفس القماش. الطاقية في الواقع حقيقة غير موجودة قديما عند أهل أقدامس، هي نفس طواقي وكمبوس ليبيا بل حتى البسكول وغيره، ولكن مؤخرا ظهرت قبعة جميلة من نفس التطريز متاع القماش لكنها ليست قديمة للأمانة. بس يعني به من الأشياء اللي لازال يحتفظ بها أهل أقدامس هي البرنوس، وهذا يجي عليه ألوان، منها البرنوس الأبيض هذا اللي عليه حتى هو بسكل جميل ويلبس فيه الشريط وفيه كل شيء، لونه أبيض عليه أبيض، هذا يلتبس هو الأول ويلتبس فوقه برنوس ثاني نتمنى نتحصل على واحد منه يكون لونه أحمر، وهذا يلتبس في يوم الحنة بس العريس فقط. والبرنوس لباس أمازيغي طبعا أصيل زي ما قلنا في الحلقة الأولى بشهادة المؤرخين واللي قلنا في الحلقة الأولى، وحتى أنواع يعني، وهو كذلك حتى هو أنواع وربما نخصصوا له حلقة خاصة بيس. لكن مهم نعرف أن البرنوس الأحمر الأقدامسي يتميز باللون الأحمر أولا وبالنقشة متاع الحرير الزعفراني هذاك والأصفر اللي تشوفوا فيها في الصورة، وعليه شناشيب أو بوسكل في كل مكان يتسمى، بالأمازيغية نسموه فيه تاكبالت أو تاكبال زي ما قلنا. وزي ما تشوفوا في الصورة يحط في يده خنجر غالبا من الفضة الخالصة يتسمى تاسبولت، وأحيانا فيه حرزات يعني أو تمائم من الجلد في نفسه. من الإكسسوارات متاع أهالي غدامس كذلك عندهم حاجة تتسمى قدو، لكن قليلة الاستعمال وفيه نوع أرقى وهو نادر لكنه موجود يتسمى نورو، وهو جميل جدا أيضا زي ما تشوفه في الصورة، من الإكسسوارات عند أهل أقدامس الجميلة هذه واللي تلتبس وتنحط على الكتف زي الشال هيك. ومن الإكسسوارات الجميلة كذلك اللي يديروا فيها أهل أقدامس ولها قصة وكذا وهذا مش مجالها، عندهم حصلت منها واحدة هي الشناشيب متاع المفاتيح هذه، كانوا أهل أقدامس يعلقوا في المفاتيح متاعهم، التجار والشافندرية الكبار يعلقوا في المفاتيح متاعهم يقعد يدللوا هكي حسب قدراته مع الإنسان وثروته تبان من المفاتيح اللي يعلق فيهم. وعلى فكرة أنا ما عنديش هذا السير اللي والمفاتيح عارفة أنت تسمى تينيسيو تينيسا بالضبط زي نفوسة، ولكن فيها جلي تتعلق فيه تسمى تمطركت تمطركت، وهو جميل حقيقة يصنعوا فيه في غات توارق مرة أخرى. وفيه طبعا حاجة مهمة عند أهالي أقدامس وهي روعة جدا جدا ومشهورة في ليبيا كلها اللي هي الأحذية الأقدامسية، وأني طبعا من جمالها تسمى تركسة، أنا من جمالها ما نقدرش نلبسه ندس فيه ونحط فيه ونعلق فيه على الحائط لجمالها طبعا. وهو طبعا على أنواع عندها أسماء حسب شكلها، التركس مثلا تشردمت اللي هي تغاردمت اللي هي العقرب، تركس نتوت، تركس نتيريحيت، تركس نتمبكتو أو مرة تانية المكان اللي جيت منه، تركس نتخوبيت، تركس نزقاغن اللون، تركس نتفرست، وهذه التفرست هي النقوش الأخرية. المهم وهذه الغدامس يلزم يحتفظوا بحذاء طويل يصنع في غدامس لأهالي نالوت بنقش خاص يسمى حتى هذا اليوم الحذاء النالوتي، وهو شتوي بامتياز. وحنا تكلمنا في الحلقة الأولى أن هذه الأحذية تصنع كذلك في جبل نفوسة على عمومه، وذكرت آخر شخص كان يصنع فيهم في نفوسة من عائلة خزام، وزي ما قلنا هو شتوي هذا الحذاء اللي تشوفوا فيه بامتياز. وعلى فكرة أصنع صناع القشابية من دم يعني نسيت نذكرهم بكري، هم العمار والصناع في غدامس اللي جابوهم من إفريقيا ودربوهم، طبعا الأهالي يجيبوا حتى في العمالة من إفريقيا ويدربوا فيهم ويوروا فيهم كيف يصنعوا ويديروا. وكان منهم مصمم مشهور ومطرز يتكلم عليها على غدامس اسمه هوكتي،
على فكرة حتى التوارق راهو كانوا يستخدموا في طبقة إنيضا في كل صناعاتهم، والغدامسية طبعا تجار ومزارعين زي ما قلنا، ولكن يعطوا الصناعة متاعهم وزخرفة بيوتهم وألبستهم يعني لهؤلاء الناس اللي يستجلبوا فيهم من أفريقيا. لكن أغلب الصناعات اليوم، لازم نقولها، أغلب الصناعات اليوم التقليدية راهي نسائية وليست رجالية اليوم، اللي معاش في عمالة جميع أفريقيا ومن غيرها. وشوف الصورة هني، ولازال الناس والبناويت متاع غدامس والشابات يتعلموا الصناعة اليدوية متاع جدودهم بشوي بشوي ويحافظوا عليها. وهنا لازم نشكرهم على هذا الشيء، لأن ربما يحافظوا على الموروث الليبي عموما على اي حال. وكذلك حتى في صناعة الأحذية ما زال فيه في هذه غدامس. هذا مثال أحد صناع الأحذية، أملاخ يتسمى بالأمازيغية، يصنع بالأحذية في الطريقة التقليدية. وعلى فكرة حتى أهل طرابلس كان يقولوا أملاخ على اللي يصنع في الأحذية زمان، ولازال يقوم بهذه الصناعة الجميلة. وزي ما تشوفوا في الصورة، بالله قبل ما ننسى، الغدامسية بحكم احتكاكهم التجاري بالعالم كانوا من أوائل من استخدم الساعات، و أحد الإكسسوارات اللي كان يديروا فيها، يحطوا فيها الساعة هذه، يحطوا فيها في أحياء محفظة جلدية صغيرة، وكانت تعتبر من الإكسسوارات الرجالية. وزي ما قلت ساعة نحط في الجلد زي ما قلنا به يعني. وكانوا يحطوا كذلك زيهم زي باقي الليبيين يعني المحرمة وانا في الجيب لو تحتاجها، قلنا بكل المفاتيح. كان عندهم كذلك محفظة جلدية تتسمى تسوفلت تسولفت، سامحوني، فالمحفظة الجلدية نفس الاسم اللي عندنا في جبل نفوسة. فالمحفظة هذه جلدية يحافظوا فيها، يحطوا فيها في فلوسهم والأشياء هذه بحكم أنهم تجار ويسافروا في كل مكان. الآن ننتقل لمجموعة أخرى متميزة، مجموعة ليبية أخرى. خلونا ننتقل لمجموعة أخرى مميزة ورائعة من الليبيين، اللي هم أخوتنا التبو تدا ولا تضع. وعندي منهم أصدقاء رائعين جدا، اشتغلت مع بعضهم في لجان المصالحة في ليبيا مدة سنتين تقريبا. كنت نيما نستفسر فيهم على عاداتهم وتقاليدهم، وعندهم رحابة صدر جميلة جدا واعتزاز بموروثهم. خوتنا التبو نفس الشيء، يلبسوا في تقندورت هادي، وللمرة الثالثة ركزوا عليه الشكل هذا في اللبس، نفس التفاصيل اللي شفناها عند إموهاغ وغدامس نلقوها عند التبو. وكل سكان الصحراء على فكرة من الهوسة والفلاني وغيرها، وهذا زي ما قلنا نتيجة تأثرهم بقبائل صنهاجة اللي نشرت بيناتهم الإسلام، وانتشر هذا في عموم أفريقيا جنوب الصحراء. حتى شوفوا معاي الصور هذه، لأن اللباس هذا يعبر عن لباس التبو بجدارة. يسمى نفس الثوب اللي تشوفوا فيه في الصورة عندهم غارابوبا، وغالبا يكون أبيض، وإن شاء الله ننطق فيها صح الكلمات ويعذروني إخوتي التبو. ومش من القماش يعني، القماش مش مهم هلبة، المهم يكون لونه أبيض. لكن فيه قماش محبوب عندهم يتسمى كيدزنر، كيدزنر ولا حاجة زي هيك، وهو من صنع ألماني زي ما قلنا، ولكن في الغالب يكون الخيار لك أنت ولذوقك. المهم يكون أبيض وعليه نقشة بيضاء جميلة جدا كذلك، وتكون في الأمام فقط، ويتكون من 3 قطع كذلك. لكن الممكن جدا أن تلبس غارابوبا فوق اللباس العادي اليومي يكون لونها أبيض، وسامحوني أني لابس أزرق هني متاع التوارق، اللي ما عنديش البدلة متاع أخوتنا التبو، اللي أتمنى أن يتحصل على نموذج منها لصالح المتحف متاعنا. وهذا شائع في الأيام العادية، وفيه العمامة اللي يلبسوا فيها أغلب أخوتنا التبو تتسمى دابي. وغالبا التبو يعني يكشفوا على وجوههم إلا في مناسبات قليلة جدا يتلثموا زي التوارق، وخصوصا في العرس. وعندهم قديما يحملوا في عصا كأكسسوار زي الصوت بالعربية، ويتسمى كارا. والعريس غالبا يحمل في يده موزوي أو شنجل، ويلبسوا كأكسسوار الخنجل، الخنجر هذا اللي يسموا فيه بالتبوية لوي. وأحيانا سيف اللي هو أغاصو. وباش ما ننسى الكبار السن عندهم يلبسوا في حاجة تقيهم من البرد القارص متاع الصحراء، الصحراء راي باردة في الليل، تتسمى بيركو.
وهي زي جرد المعروف عندنا في الشمال. عليتي حال إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونولوا في الحلقة القادمة نتكلموا على لباس الشرق الليبي عموما، وحنخصصوا عليه جزء كبير على لباس منطقة أوجلة وضواحيها، وحنديروا حلقة عن لباس الليبي في القديم الزمان من خلال اللقى الأثرية والبحوث الأركيولوجية وكلام المؤرخين. واللي ما شافش الحلقة اللي فاتت عليه غرب ليبيا بروا تفرجوا عليها، لأنها امتداد للحلقة هذه، وهذه امتداد لهذيك. اللباس الليبي تلوع وألوان زاهية وأشياء جميلة هلبة. نتمناكم تتعرفوا أكثر على بعض، لأن أكبر عدو أو أكبر صديق للحروب هو الجهل، جهل الناس ببعضها. وأكبر صديق للتلاحم والملحمة الاجتماعية والوطنية هو الافتخار ببعضنا والعمل مع بعض. تحياتي، ونتلاقوا قريبا إن شاء الله. تحية لإخواتنا إيموهاغ، تحية لأهل غدامس، وتحية لإخوتنا تضا أو التبو. تحية لكم، السلام عليكم.